مرحبا بكم من جديد. في القارة الأوروبية تعثر المنتخب الإسباني في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد تعادله بهدف لمثله مع ضيفه اليوناني في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية. افتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 33، لكن اليونان عادلت النتيجة عبر إنستازيوس باكيستاس في الدقيقة 57 من علامة الجزاء، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة في أول اختبار لهما بمشوار التصفيات. في لقاء آخر لحساب المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الإيطالي فوزا سهلا بهدفين دون رد على حساب أيرلندا الشمالية على ملعب إينيو تارديني. أحرز هدفي لاتزوري كل من دومينيكو بيراردي وشيرو موبيلي في الشوط الأول. بهذا الفوز حصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط له في المجموعة، محتلا المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المنتخب السويسري، بينما تذيلت أيرلندا الشمالية المجموعة بدون نقاط. هذا واستهل المنتخب الألماني مشواره في التصفيات بفوزه على ضيفه الأيسلندي ب3 أهداف بدون مقابل. سجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا وكاي هيرفرتس والمتألق لكاي غوندوغان. بهذا الانتصار اعتلى المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة متفوقا على رومانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت أيسلندا الترتيب. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الرياضي طارق غصاب. مرحبا بك سيد غصاب. أبدأ مع المنتخب الإسباني. لاروخا خيب الأمال بسقوطه بفخ التعادل على أرضه مع اليونان. الماتادور لم يظهر بالصورة المتوقعة. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. اسمح لي بس بالبداية استغل الفرصة وأعزي صورة كرة القدم الأردنية بوفاة الكابتن راتب العوضات. هلا الله يرحمه ويغفر له. بالحديث عن تصفيات المؤهلة دائما للبطولات القارية، بداية الجولات مهم جدا يكون المنتخب قادر على حصد أكبر عدد من النقاط. المنتخبات تكون تجمعها حديث غير واصل للمستوى من التناغم الكافي لتقديم أداء جيد، فمهم جدا بالمباريات للحصد عدد أكبر عدد من النقاط قبل ارتفاع الأداء بالنسبة للمنتخبات. منتخب إسبانيا لم يتعثر أمام المنتخب اليوناني، للأسف كان غير قادر على تقديم الأداء المأمول. المنتخب عانى من إيجاد حلول فقط للسلاسل الكروية وأدى تعثره إلى فقدان نقطتين مهمات أمام المنتخب اليوناني. هذول النقطتين أعطوا حافز للمنتخب اليوناني نفسه بارتفاع المنافسة مع المنتخب الإسباني، وحفز المنتخب السويدي القوي إنه يزيد إصراره على منافسة المنتخب الإسباني على بطاقة التأهل. الأمريكي بلا شك بحاجة إلى تحفيز عناصره، ابتكار خطط جديدة وأداء وامتلاك أدوات قادرة على حسم، لأن التعثر غير مقبول في بداية الجولات في التصفيات المؤهلة. المجموعة تضم أيضا المنتخب السويدي الذي تحدثت عنه، هو الآخر حقق الفوز على جورجيا بهدف. كيف ترى هذه المنافسة من حيث أو المنافسة بهذه المجموعة وحظوظ المنتخبات، لسيما أن زلاتان إبراهيموفيتش النجم المخضرم والأشهر من أن يعرف قد عاد وساهم بفوز بلاده بتمريرة الحسم، الكرة التي جاء منها هدف المباراة الوحيد. عودة زلاتان جيدة وتساعد المنتخب الأصفر على مقارعة إسبانيا. بلا شك قيمة زلاتان إبراهيموفيتش لا يمكن الجدال عليها ولا يمكن الاختلاف عليها. شاهدنا دوره يوم أمس في المباراة. منتخب سويدي يمر بمرحلة جديدة أيضا من الإحلال والتبديل، يحتاج إلى عناصر خبرة مثل إبراهيموفيتش. على الورق المنتخب الإسباني هو الأقوى في المجموعة، لكن مثل ما ذكرنا في مثل هذه النوع من التصفيات حصد أكبر عدد من النقاط هو المهم. لذلك تعثر إسباني أمام اليونان يوم أمس أعطى حافز للمنتخب السويدي أن لا شيء مستحيل ويمكن المنافسة إذا كان يترك النفس الطويل لمجاراة إسبانيا. بدورها إيطاليا الأتزوري حافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ 2018 على مدار 20 مباراة بفوز المنتخب الإيطالي على إيرلندا الشمالية. الأتزوري ما زال يتألق، يبدع، يقنع، يمتع مع مدربه مانشيني وتحديدا مع هذا الجيل، مزيج من الخبرة والشباب. صحيح 23 مباراة على التوالي لمانشيني بدون أي خسارة مع المنتخب الإيطالي تستحق الوقوف عندها. كيفية الوصول إلى هذه المرحلة من التناغم في منتخب إيطاليا يدل على العمل الكبير الذي قدمه مانشيني. مانشيني قام بإدارة عملية الإحلال والتبديل بشكل مميز جدا للمنتخب الإيطالي، حافظ على عناصر الخبرة مثل كيليني، بونوتشي، إنسيني، إيموبيلي، مع تطعيمها بعديد من العناصر الشابة التي أدت بشكل جيد. المنتخب الإيطالي يمتلك مواهب عديدة جدا أمثال باريلا
بيراردي صاحب هدف يوم امس. الاهم ان المنتخب الايطالي يملك حافز كبير لتعويض غيابه عن كاس العالم في المره السابقه 2018. كل هذه العوامل مانشيني قادر على ادارتها ويقدم باداء مميز جدا يستحق التحيه عليه. مدافع يوفنتوس وايطاليا المخضرم ليوناردو بونوتشي وصل لمباراته رقم 100 مع المنتخب الايطالي، هل تعتقد ان بونوتشي ما زال قادرا على العطاء مع كيليني المخضرم هو الاخر؟ بلا شك وجود بونوتشي مهم ليس فقط على مستوى الاداء في ارض الملعب بقدر ما هو مهم وجوده على مستوى الشخصيه والقياده ومنح الثقه لزملائه الشباب في منتخب. مثل ما ذكرنا منتخب ايطاليا يمتلك بعض اسماء الشباب تحتاج الى رعايه وخبره في ارض الملعب، بونوتشي يمتلك مثل هذه الصفات. شخصية القيادية بلا شك مهمة، حتى لو لم يشارك في أرض الملعب فوجوده في المعسكر مهم لمنح الثقة للاعبين الشباب. الشخصية القيادية، ننتقل للمنتخب الألماني المانشافت الذي فاز بدوره بثلاثية على نظيره الأيسلندي، كيف تقيم الظهور الأول لمنتخب الماكينات؟ بكل صراحة بالنسبة لما يتعلق في المنتخب الألماني منذ السقوط المدوي في كأس العالم 2018 أعتقد أن مباراة أمس كانت إحدى أفضل مباريات المنتخب الألماني. المنتخب الألماني في الفترة السابقة معلوف كان يعاني من تخبط شديد، افتقد للشخصية الشرسة التي كان يلعب بها، شاهدنا أمام منتخبات مثل مستوى منتخب أيسلندا كان يعاني كثيرا ومهزوز. يوم أمس اختلف الوضع، شاهدنا المنتخب يلعب بكافة عناصره المميزة، يلعب بثقة كبيرة وبشراسة ساهمت في حسم المباراة. بكل أمانة موضوع خروج لوف وإعلان عدم إكمال مسيرته بعد اليورو قد يحرر لوف نفسه ويحرر اللاعبين من الضغوطات، يحفز اللاعبين لإعطاء هدية تكريمية للوف بتقديم أداء جيد والابتعاد عن الضغوطات. لوف أصبح لا يملك شيء يخسره، وهذا هذا ما بدا جليا في مواجهة الأمس، تحرر المانشافت وحتى مدربه لوف من الضغوطات. طارق غصاب المحلل الرياضي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات.